القرآن الكريم كتاب رحمة للعالمين. الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ويقول سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فإن القرآن الكريم هو حبل الله المتين والذكر الحكيم، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن استمسك به هدي إلى صراط مستقيم. لا يشبع منه العلماء، ولا تنقضي عجائبه، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، حيث يقول الحق سبحانه: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. ويقول سبحانه: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. والقرآن الكريم كتاب رحمة للعالمين، حيث يقول الحق سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ويقول سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ويقول تعالى: تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. ويقول جل وعلا: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقد وردت مادة الرحمة في القرآن الكريم أكثر من 200 مرة، حيث بيّن القرآن العظيم أن الرحمة صفة من صفات الله عز وجل. يقول سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء. ويقول سبحانه: وربك الغني ذو الرحمة. ويقول تعالى: ورحمة ربك خير مما يجمعون. ويقول سبحانه: كتب ربكم على نفسه الرحمة. والمتأمل في القرآن العظيم يدرك رحمة الله عز وجل بالعالمين، حيث خلق سبحانه الليل والنهار رحمة لجميع خلقه، حتى يستراح بالليل ويسعى بالنهار لتحصيل الأرزاق وعمارة الكون. كما أنزل سبحانه المطر رحمة للعالمين، حيث يقول سبحانه: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويقول سبحانه: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وقد بيّن القرآن الكريم أن الحق سبحانه أرسل الرسل وأنزل الكتب رحمة للعالمين، حيث يقول الحق سبحانه: أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. ويقول سبحانه لخاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم:
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كما دعا الحق سبحانه في القرآن الكريم الناس إلى الأمل والرجاء في رحمته، وبين سبحانه أن رحمته قريبة من أهل الإحسان والاستقامة، حيث يقول الحق سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. ويقول سبحانه: إن رحمة الله قريب من المحسنين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أن المؤمن الحق هو الذي يتخلق بأخلاق القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى رحمة للعالمين، ويتأدب بآداب النبي العظيم الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ويقول صلى الله عليه وسلم: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، وعندما حن جمل وذرفت عيناه أمام نبينا صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. وما أحوج البشرية كلها أن تتخلق بأخلاق القرآن العظيم، كتاب الرحمة والسلم والسلام. اللهم احفظ مصرنا وارفع رايتها في العالمين.